من سحر أوروبا الخاص وتحضرها، جاءت إليسيا يانكون لأرض الحضارات ومهدها، ومن قلب الجزيرة حيث براح النيل المفتوح التقت بالأهل، والذي كان بمثابة بوابة الالتقاء والاندماج مع المجتمع المصري، لتتطور حالة العشق من عشق الأهل لحاضنة الأهل المجتمعية مصر. وعلى سحر إيقاع أهلاوي أنا والفخر لي، باتت إليسيا يانكون أهلاوية بامتياز ذات طبع مصري خالص، لتحظى بشعبية كبيرة بين جماهير الأهلي التي اعتادت التواجد معهم في كل المباريات ومن قلب المدرجات. إليسيا خلال السنوات الماضية حرصت على تعلم اللغة العربية بلكنتها المصرية المميزة، وصالت وجالت في دروب وحواري المحروسة لتصبح أهلاوية بامتياز. وعلى مر السنين ارتبط بمصر ملايين الأوروبيين لما تحتويه من سحر خاص وطابع حضاري متميز مبني على التنوع واحترام الاختلاف والترحاب الشديد لمن يقدر ويحترم تراب المحروسة. لتختار إليسيا استمرار حالة الشغف بمصر والأهلي بالارتباط برجل الأعمال المصري الأهلوي علي عثمان، والذي كان حب الأهلي القاسم المشترك في تكوين العلاقة بينهما والالتقاء بعدما أعلنت خطوبتها منه عقب نهائي كأس السوبر بأبوظبي. إليسيا يانكون أهلوية بامتياز، خطفت القلوب وعشقت الفانيلة الحمراء. ضيوفنا النهارده كابل اهلاوي مكسر الدنيا، والحقيقه يمكن يكون بوابه الاهلي هي اللي كانت بوابه الارتباط بينهم في الاساس. عشق الاهلي بالنسبه لعلي بدا من زمان جدا ومن هو صغير، وبالنسبه لإليسيا من يوم ما جت مصر. هي مش بس حبت الاهلي، حبت مصر، اهلها وناسها، كلامها ولغتها واكلها وشربها، لغايه لما بقى في جزء منها محدش يقدر ينكر بالتاكيد ان هو بقى مصري في الصميم. بص، هو احلى حاجه في إليسيا الحقيقه، قبل طبعا ما نقدمهم ونتكلم معاهم في تفاصيل كتيره جدا، ان هي بجد واحده تقدر تقول عليها مصريه بجد واهلاويه بجد. لا يمكن تتخيل ان هي جات لنا من كام سنه مثلا، لا دي كانت بتبيع ربابيك يا جماعه دلوقتي. الموضوع كبير جدا، واكيد اكيد في الاول وفي الاخر هي بنت الاهلي. كنا بندردش قبل الانترو، علي قال لنا حاجه كده بس انا انبسطت لما سمعتها، الناس والاهلاويه بيخشوا يوصوا على إليسيا، خلي بالك من بنت الاهلي. موضوع كبير، منورنا. وطبعا علي عثمان وإليسيا يانكون سعداء جدا ان انتوا معانا اول مره ككابل في قناه النادي الاهلي. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. شكرا جدا بجد على المقدمه الجميله دي، وعلى الفيديو العظيم اللي لسه شايفينه ده، احنا اول مره نشوفه بجد. يعني انبسطنا جدا، ويعني ما تردناش لحظه اول ما كلمونا الاعداد، كان لازم طبعا. يعني ده اكيد طبعا. طبعا ده اول رمضان مع بعض. اول رمضان مع بعض. اول رمضان مع بعض. اخبار رمضان مع في وجود علي بقى ايه؟ ايه اللي اختلف؟ ايه اللي جد؟ لذيذ. انا بحب الجو رمضان، ف يعني انا بعمل رمضان مع علي السنه دي، فالجو لذيذ، انا مبسوطه جدا. بنروح نشتري زينه وفانوس. جاب لك في فانوس طبعا. حاجه من عاداتنا. ايوه، عروسه تزعل انت. لازم. افطرتوا النهارده مع بعض طبعا عشان الحلقه؟ للاسف لا. بس فطرنا كذا يوم في رمضان مع بعض. يعني انت لازم تجرب موضوع الاكل ده، يعني لازم تطلع. لا جربته. لا جربته. اكلها. إليسيا طبيخ مصري فيه، طبيخ مغربي فيه، طبيخ ايطالي فيه، طبيخ بلجيكي فيه. يعني بص، هي دايسه في اي طبيخ. اجمل حاجه بتعملها إليسيا في المطبخ اكل مصري ايه؟
يعني انا عملت محشي و دي دخلت مره واحده في لا لا داست جامد صعب يعني صعب شويه بس كانت حلوه جدا يا محشي تختارتي صعب كتير مش صعب شويه يعني هو وجبه ثقيله يعني لا بس برافو عملتها حلو قوي لا عملتها عشان رمضان يعني انا كنت عايزه اعمل محشي لعلي فكان جدا بصي انا عارفه ان انت اتكلمتي في الموضوع ده قبل كده بس انا عايزه تفاصيل اكتر لان اليسيا مصر يعني بجد والمصريين انا ما كنتش بجاملك فعلا ما احنا مش حاسين ان انت مش مصريه او مش واحده مننا يعني دايما كنا نقول حتى الحروب اللي عدت على مصر وغيره الناس اللي بتتاثر والحضارات هي كانت بتتاثر بمصر مش المصريين اللي بيتاثروا او مصر كانت بتتاثر بغيرنا فاحنا دايما لازم بنسيب علامه وده حصل يمكن مثال حي في الوقت اللي احنا فيه مع اليسيا جايه من بلد مختلفه تماما بلجيكا وايطاليا وميكس جميل وثقافه ثانيه جايه عندنا مصر اتأثرتي بشكل كبير وبقيتي واحدة مننا بسرعة الحكاية دي اللي هو البريدجينج بين الكالتشرز حصل معانا ازاي؟ أنا عايزة أبدأ بصي أنا حبيت مصر على طول عشان أنا شفت إن في مصر فيها إنسانية لكن في أنت جيتي مع ميشيل في الأول ولا هو جه لوحده؟ يعني لما جه ميشيل يانكن في الاول خلاص كان جه مع فايلر ميشيل كده جيتي معاه ولا لا. كانت فكره انك تسيبي بلدك وتيجي هنا لسه بالنسبه لك انا جيت في اجازه تو ييرز جو سنتين فاتوا فاجازه كده يعني 1 ويك وبعد كده الوان ويك قلب خلاص 4 سنين كنت عايزه اعيش هنا ولايف تايم عشان انا حسيت ان في حاجه هنا في تكة مختلفه في انسانيه لكن في اوروبا يعني في عمليه عمليه الناس بيكون في روتين هنا كل يوم حاجه مختلفه انا عندي سؤال بقى معلش ومنتهى الصراحه اتفضلي حبيتي ايه في الراجل المصري ده عندنا الناس بيهربوا يعني مش كله طبعا بهزر بس بعض بيقول لك كده بعض الستات تقول لك انا عايزه اتجوز اجنبي انت بقى جيتي اتجوزتي مصري ماله الراجل المصري يعني هو جميل 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 جمال هي حره خليها لا لا انا بهزر طبعا ايه اللي عجبك في الراجل المصري قولي بقى قولي بقى علي فريد يعني هو يعني جدع جدا جدعانة فعلا دي موجودة عندنا فعلا حقيقة جدا من البداية يعني ساعدني كتير فهو عنده قلب أبيض تعرفتوا على بعض ازاي علي؟ يعني بعشق القصة دي بصراحة من والله مش فاكر من قد ايه بس لقيت واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي علي ما تيجي نروح الاستاد اسمه عباسي بيكلمني يقول لي ما تيجي نروح الاستاد قلت له يلا كان بقالي فتره ما بروحش الاستاد فقال لي تعالى نروح رحت الاستاد لقيت في واحده اجنبيه قاعده في المقصوره اجنبيه لا وبتشجع قوي مين دي لا اجنبيه وبتشجع ومن ثالثه شمال مين دي يا معلم قال لي دي اليسيا بنت كابتن ميشيل وبتاع تمام 100 100 بس خلاص وانت من الاستاد كله شفتها ما طبعا يعني استني اوت يعني بارزه يعني فقال لي دي اليسيا بنت كابتن ميشيل دي مشهوره جدا وبتاع بس تمام بعديها باسبوع انا عندي شركه دعايه واعلان فاحنا كنا منظمين ايفنت كده لقيتها داخل الايفنت رحت جايب بقى فريق العمل كله موقفهم قدامي مين اللي عزم البنت دي هنا لقيت واحد طلع انا ما قلتش حاجه غلط والله انا عزمتها فقلت له احكي لي بقى انت وتوتر جدا وانا بقول له ايه انا عايز اعرف بس ايه القصه يعني قال لي لا دي فلانه الفلانيه ودي بتعمل محتوى تحفه عن مصر وبتاع وكده قلت له طيب حلو مفيش مشكله المره الجايه تيجي المكتب بقى عرفني جت المكتب تاني وتعرفنا على بعض وابتدى الشغل يكبر وحجم العمل يكبر
وابتدى يبقى في حاجات مشتركه بيننا وبين بعض اكتر لحد ما حصل اللي حصل. وطلب ايه اللي حصل بقى؟ ما احنا عايزين اللي حصل اللي إيه حصل بقى؟ عايزين الديتيلز. يعني انت رحت قلت ايه وهي قالت ايه وميشيل عارف امتى والحاجة عرفت امتى عشان كده لا ده خدنا معاك تفاصيل ده بيت الاهلي معلش اللي ما قلتوش هناك هتقوله هنا خلينا نعرف بقى تفاصيل فعلا تست على طول والله ابتدى يبقى فيه زي ما قلت لكم يعني اعمال مشتركه كتير فابتدت مره في مره يبقى فيه ميتنجز اكتر يبقى فيه كلام يبقى فيه تصوير يبقى فيه اعلانات بتتصور يبقى فيه يعني بقى فيه بروجكتس مشتركه سبحان كتير. الله بتختارها هي يعني عمل هو طبعا يعني ده حاجه تزود ده شرف ليا ايوه بس يعني انا عارفه بس طبعا انت بتختار لسبب تاني ايه السبب التاني خالص والله السبب التاني قولي لي وطبعا ابتدى بقى من هنا ابتدى يبقى في استلطاف الحمد لله كان في استلطاف من ناحيتين ولا ما فيش استلطاف من ناحيتين حصل الحمد لله استلطاف من ناحيتين وبعدين ابتدى سنه بسنه لا بقى في زي حب مشترك من ناحيتين ورحت الحاج ميشيل وقلت له هو على فكره هو الطليان زينا بالظبط يعني دلوقتي انا اسالها انت اي حد يسالها انت جنسيتك ايه هتقول لك انا ايطاليه فالطليان زينا بالظبط اللي هو ايه عندهم عصب صعيدي كده هم اقرب ثقافه بحر متوسط لينا بالظبط كده بالظبط جنوب ايطاليا الجنوب بالذات الجنوب بالذات جنوب ايطاليا بالذات منين من ايطاليا اليسي جنوب ايطاليا بوليا من جنوب ايطاليا كنت ليك في الكوره وبتشجعي كوره في ايطاليا وكده ولا ايوه بتشجعي مين؟ يوفنتوس زي بابا يعني كان كابتن مدحت شلبي في فيديو معاكي انا شفته وكان بيسالك سؤال وردك كان مفاجاه لما قال لك لو ايطاليا بتلعب بلجيكا بتلعب مصر انت قلتي قال لك هتختاري مين قلتي مصر دي اجابه حلوه على فكره اجابه ذكيه صحيح ده حقيقي ده ممكن فعلا يحصل صعب جدا بس انت عارفه انه احنا في مصر هنا برضو عشان الثقافه مختلفه شويه البنات صعب يبقوا مجانين كوره يعني انت قدمتي قدمتي موديل غريب شويه على المصريين بس المصريين حبوه جدا بالذات الاهلاويه بس شويه كله everything is changing طبعا كل حاجه بتتغير بس في ايطاليا يعني مجنون بالكوره برضه طبعا مجنون أكيد. روما ليكي صوره مع فرانشيسكو توتي في الماتش الاخراني هنتكلم عليها بس معانا تليفون مذيع شارع احمد رفعت اعتقد طبعا صديق رأفت. احمد رفعت رأفت. ده اخويا احمد رفعت طبعا احمد مساء الخير وكل سنه وانت طيب مساء الخير ازيك يا احمد عامل ايه ازيك معلش انت عارف احنا كنا لسه بنتكلم على رفعت وبنتمنى له الشفاء فطبعا الاسم معايا مساء الخير كل سنه وانت طيب يا احمد يا رب يا رب يا رب يطمنا عليه وكل سنه وانتم طيبين انا وانت وانت واحمد وعلي وايثيا ومبسوط ان بالحلقه دي شكلها حلو وجمال وكلكم طالعين جمال فيها ان شاء الله يعني ربنا يخليك يا رأفت والله يعني رأفت ده من الناس الجميله اللي اعرفها واللي اشتغلنا مع بعض كتير ومن الناس المحترمه يعني حبيبي علي انت اخويا فاشتغلنا مع بعض يا عم اللي انت بتقوله رمضان كريم يا صاحبي ازيك يا صاحبي عامل ايه؟ طب انا بقول لها لا يمكن تبقي مش مصريه انت مصريه اكتر مني انا ما اطلعش اقول يا صاحبي لا بجد جميله وروحها حلوه قوي بجد ليسيا يعني وده يمكن يا احمد السبب اللي خلى الناس تحبها وانت انا عارفه ان انتوا كمان صحاب جدا ايه رايك اصلا في ليسيا ان جنرال يعني وفكره كمان كمان يعني الكابل ده رايك فيه ايه برضو كنت متوقع ان هي ممكن ترتبط في الاخر بمصري بصراحه لا ما هو المشكله ان اصلا يعني انا عرفت طبعا ليسيا من عن طريق علي الاثنين بصراحه شبه بعض جدا في الطيبه في الجدعنه ليسيا دمها خفيف قوي زي علي الاثنين بصراحه دمهم خفيف جدا يعني والاثنين بقى ايه صاحب صاحبه قوي يعني انا طبعا يمكن سافرنا كتير جدا ورا الاهلي يعني عايز اقول ان بصراحه يعني لا هم خلاص يعني في كده سفريه معتمده كل شهرين ولا كل شهر يلا يا رفعت اروح ورا الاهلي في الحته الفلانيه يلا يا جماعه نروح ورا الاهلي في الحته الفلانيه
هم بصراحه يعني بقى خلاص هم جايين اهلي ويعني خلونا احنا ما نروحش الاستاد وهم يروحوا الاستاد. يا رب يخلفوا لنا لاعب كويس كده بقى يبقى فيرود الاهلي القادم، حارس مرمى الاهلي القادم. يا رب. ما اظنش يعني، لا علي ما بيعرفش يلعب كوره، فلا مش هيجيب. انا اصلا كنت فاكر ان رأفت هيبقى زي الكاميرا الخفيه ويخش يقطم فينا ويخش فينا شمال، بس الحمد لله قال كلام حلو. لا 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 ده تستحقوه والله، تستحقوه اكتر والله، ويعني ربنا يوفقكم بعض يا رب وتمسكوا على خير ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل، وانا مبسوط بالمداخله دي جدا جدا. انا بس عايز اسالك حاجه يا احمد، ايه اكتر موقف ما تنساهوش لعلي واليسيا مع بعض؟ يعني ايه الحاجه اللي لما اسالك، ايه الحاجه اللي مش ممكن تنساها او الموقف اللي دايما يبقى حاضر كل ما تشوفهم او تقابلهم؟ انا عايزك تحكيه لنا دلوقتي على الهواء. احكي يا عم رأفت. والله كان في حاجه كده تحت عنوان اكسبيرينس، فانا وعلي وايلي كنا مسافرين اكسبيرينس، وعلي كل شويه ركبنا عربيه انا بقول له علي احنا رايحين فين؟ يقول لي اكسبيرينس. كل فرحنا كل ما نروح في حته اقول اكسبيرينس. فاحنا مثلا ايه، فمره واحده لقيت ان احنا راكبين عربيه ومشيت وسط الصحراء والدنيا ضلمه خالص وسط الجبال، وبقى يطلع بقى علينا اسود ونمور، فقلت له احنا رايحين فين؟ فراح موطينا كده وادي، والوادي ده فيه اماكن كده فيها بابل وبتاع، وبتبص بقى جو جميل جدا يعني. وصلنا والحمد لله لقينا مكان على المفتاح فيه وبتاع، دخلنا فجايين نحجز، قال لا والله انا ما فيش حجز خالص. هو ايه اكسبيرينس فعلا؟ ايه الله اكبر عليك. بس فلا لا يعني ايه اللي بقى معاه عشان معاه في اي حاجه، هو بصراحه يعني مرمطه السنتين دول، اقسم بالله يعني بصراحه بقى لها سنتين متمرمطه يعني، حتى تلاقي وشها دلوقتي يا عيني بقى واخدت الطبقه بتاعت المعادي على ميكس. احمد عايزه برضو قبل ما نختم اسالك، لان اليسيا بتعمل محتوى عن مصر وعامل نجاح كبير قوي، يعني ناس كتير جدا بتتابع لان هي بتعرض او بتتكلم عن مصر وبتعرض حاجات جميله في مصر بطريقه لذيذه وبطريقه يعني خلينا نقول قريبه وبسيطه للناس، كل الناس بتتابعها يعني كل الليفلز، خلينا نقول قريبه جدا برضو من المحتوى بتاعك، خلينا نقول ان انت برضو محتوى بسيط وصل لناس كتيره جدا بالملايين، وكمان الوطن العربي بيتابع، اعتقد برضو المحتوى اللي بتقدمه اليسيا وصل للوطن العربي مش بس عندنا في الداخل، فبتشوف برضو النجاح ده ازاي قدرت ان هي توصل له، او سبب النجاح ده ايه؟ هل مثلا الكاركتر كشخصيه ان هي فعلا قريبه عندها برضو مواصفات يمكن تكون الناس بتدور عليها الى حد ما عن الشكل التقليدي بتاع المذيعين؟ هو طبعا يعني هو في بني ادم القبول ده برضو بتاع ربنا صحيح، ففي ناس سبحان الله يعني في ناس كتير اجانب جم حاولوا يمصروا حياتهم صح، وللاسف ما نفعوش ليها. يمكن برضو اللي فات اليسا كتير جدا ان هو ليسيا كتير جدا ان هو علي كان في حياتها الصراحه، فحاول يمصلها الدنيا بشكل بتاعنا احنا بتتقننا بطريقتنا، فالموضوع كان ميكس ما بين قبولها وما بين طريقتها طبعا. بخلاف احنا بلدنا الحمد لله فضل الله يعني ربنا انعم علينا بنعم كتير جدا بالبساطه بقى، وان احنا بلدنا يعني اي حد ينفع يتكيف فيها ويحس فيها بالامن والامان الحمد لله، فهي بصراحه كان سهل برضه عليها انها تعرف تعمل محتوى وتلاقي محتوى، واحنا يعني دايما اقول مصر ماتيريال كتير جدا طبعا، كل واحد عايز يعمل محتوى محترم او حتى محتوى تسويق لنفسه او للبلد نفسها، فطبعا هي عملت ده بشكل حلو جدا، شكل يريق، شكل الناس تقبلته، وفي الاخر شفنا رد فعل الناس عليه صحيح. طبعا بالاضافه ان وجود بقى النادي الاهلي في حياتها وفي حياه باباها ده طبعا اضافه كبيره جدا صحيح. جدا جدا صحيح. صحيح. يعني البوند دي يا احمد او الرابطه اللي حصلت او اللينك اللي حصل بين اليسيا وبين جماهير النادي الاهلي ما كانش سهل على الاطلاق، يعني يمكن على منصات السوشيال ميديا انا مش معروف ايوه ادخل معاها الاستاد واحنا في ماتش الاهلي، فحاسس ان انا لا 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 صحيح ايه يا عم طب انا لا وبتليد المدرج، انا شفت لها فيديوهات بتليد فيه وتحرك فيه المدرج، ده في كلام كتير جدا هيتقال. هرجع لاليسيا بس انا قبل ما اختم معاك احمد، انا ابو علي بياكد عليك انت هتكون ضيف معانا قريب ان شاء الله، بياكد عليك على الهوا اهو تدبيسه ان شاء الله تكون موجود معانا وتشرفت. الشرف ليا وبحييكم وبحيي عاطف من هنا، وطبعا عاطف دي كلمه سر ما حدش يعرفها غير علي وليسيا وابو علي. لا ده اشوفكم على خير يا رب. شكرا يا احمد. شكرا يا احمد كل سنه وانت طيب. طيب انا عايز اسال اليسيا على
قصه جماهير الاهلي، لان واضح انه اللينك بقى يعني العلاقه اتطورت بسرعه جدا، ومش بتكلم بس على الفولورز اللي موجودين على السوشيال ميديا، انا بتكلم على الباند اللي موجوده واللي واضحه جدا في المدرج وحضورك الماتشات. عايز اسمع التفاصيل، القصه ابتدت ازاي او الحكايه ابتدت ازاي، بس اسمحوا لنا فاصل سريع ونرجع لكم مع علي وإليسيا. بجد يعني ممكن جدا نتوقع في يوم من الايام تبقى بتترشح لعضويه مجلس الاداره يعني انا ما استبعدهاش طبعا. مرحب بيكم مره كمان. وفي الفاصل بس حاجه حلوه جدا ان انا عرفتها، احنا كنا بنتكلم طبعا انا وعلي في الفاصل، وعلي انت طلعت صديق اخويا وكنتوا في دفعه واحده في الجامعه. ده احنا يعني كنا اكتر من كده كمان احنا كنا بنظبط الليكتشرز اللي المحاضرات ناخدها مع بعض، نفس السكشن نفس كل حاجه. لو كنت بتجي لنا البيت كمان. ايوه دي حقيقه، دي حاجه روعه، انتوا لازم هتجوا لنا بقى ان شاء الله. شرف لينا، شرف لينا. طيب قبل الفاصل كنت بسأل إليسيا على فكرة يعني طبيعي ممكن بره في أوروبا إنه البنات تحب الكورة وتروح تشجع أندية وتروح ملعب وتتابع ماتشات من المدرجات، لكنها تيجي بلد تانية تعمل ده في مجتمع إلى حد ما في البداية طبعا أكيد كان غريب عليها. لا ومش بكده، مش بس كده، كمان تبقى مشجعة منتمية بتحضر ماتشات وكمان الجمهور يحصل بينه وبينها لينك أو رابطة كده، كانت غريبة جدا بالنسبة لنا تحصل بسرعة. إزاي حصلت العلاقة دي بينك وبين جماهير نادي الأهلي إليسيا؟ بص أنا بحب الكورة من وأنا صغيرة عشان بابايا، فلما جيت في مصر وانا كنتيش تعرفي الاهلي، انت تعرفي بس ان ميشيل يانكون بيدرب في الاهلي. لا انا عرفت الاهلي قبل ما بابا يجي. اوكي. طبعا العلاقه ابتدت مع شغل بابا اكيد. أوكي. يعني بس لما جيت هنا وزرت النادي وقابلت الناس هنا الجمهور انا حسيت في حاجه الجمهور عندهم طاقة، عندهم طاقة مختلفة. و when I'm in the stadium there's something is happening. You cannot imagine what's happening inside the stadium. يمكن انتظري تقريبا كل ماتشات الاهلي بره وجوه، يعني شفت لك فيديوهات كتيره جدا. ما الوقت انا بقيت ورا كل الماتش النادي الاهلي وهوبي الاهلي بزيت يعني. والتدريبات انت بتحضري التدريبات كمان في التتش، انا سمعت او شفتك مره كمان هناك اكشلي يعني. في التمرين انا بحب عشان انا بحب الكوره. بس في ايطاليا الكوره في ثقافتي يعني مجنون. علي كلمنا بقى عن اهلك واسرتك، لما اكيد كانوا عارفين إليسيا من الاول، سامعين عنها طبعا، العيله كلها اهلاويه اكيد يعني ابا عن جد، بس هو ده. فطبعا هم كانوا كده هم، انت رايح تقول لهم انا عايزه اتقدم لوحده اوريدي هم خلاص بيحبوها، وانت عديت كده شوط كبير. فكلمنا بقى لما قلت لهم الاسم وقلت لهم هي مين كان فرحان اكتر عندك في البيت؟ والله العيلة كلها يعني بيحبوها جدا من قبل ما يعرفوها. وكان بالنسبة لهم اللي هو خضعت لكشف الحالة بتاع الحما ولا لا؟ ده بالعكس، ده خدت جرين كارد. أمي شالتها من على الأرض شيل على طول يعني، ده أمي حبيتها جدا من أول ثانية. و يعني والدي من الناس الاهلاويه جدا، اهلاويه جدا من واحنا صغيرين جداً يعني. انا والدي جداً
اهلاوي دي كلمه. انزل بالصوره عشان انا عايز اوري الناس علي هو مع كابتن خطيب. جميله الصوره دي قوي قوي. الله. ده كان شفت ده كان حلو ازاي ابننا. وطبعا شرف ليا يعني ان اتصورت مع كابتن محمود الخطيب وانا طفل. يعني ده بتهيألي الصوره زي دي تدل على مدى حبي للنادي الاهلي وان عيله كلها اهلاويه ابا عن جدا. يعني كان انا عارف انه يعني في مش عايز اقول تعصب بس في حب وانتماء للاهلي شديد جدا في البيت عندك. طبعا العيله والاسره والوالد بالذات. طبعا لا انا والدي والدي يعني كان في فتره الدكتور قال لوالدي انت لازم تبطل والدي جاله القلب يعني كان يعني قلبه تعب بسبب بابايا لما الاهلي يجيب جون والاهلي لما يكسب يبقى يعني بينزل يوزع فلوس في الشارع. يعني لما لو لا قدر الله الاهلي النتيجه ما جاتش احسن حاجه ان شاء الله يا رب ما تحصلش ابدا. نكد بقى بيبقى ودي قليلة مرات قليلة الحمد لله. وانا صغير ما كنتش بروح البيت يعني غير لما بابايا ينام يعني. لك انت تخيل يعني. طب هسألك بقى نفس السؤال لما رحتي للحاج ميشيل وقلتي له انا جدا بس هو لازم ياخد اللقب يعني خلاص وقلتي له في واحد شاب جميل ناجح مصري عايز يتقدم او عايز يتعرف عليك حتى في البدايه رد فعله ايه؟ لان خلي بالك برضو الموضوع مش سهل ان هي ممكن في اي وقت هو يسافر العيله ترجع وانت تفضلي هنا فايه اللي حصل؟ او علي يروح هناك. لا صعبه دي. هي مش هتروح هناك اصلا. بص اهو هنا خلاص هنا خلاص. فقال لك ايه بقى؟ ودي دي قولي قولي عادي قولي حقيقه عادي احنا في بيتك قمه الاهلي. It's gonna be in English. It's fine. Yalla, it's fine. Yalla. Okay. To be honest, he loved him right away. Ali, he loved him right away. But the idea that you're getting married to an Egyptian man, was it okay? Yeah, sure. It's fine. He sees me happy. كان يحب مجرد ان رأني سعيده هو يحترمني هو لطيف معي هو لدي قلب كبير يحب عائلتي وعائلتي تحبه هذا هو اهم شيء لديه في مشتركه حاجات مشترك رايحه جايه كده كتير بين ايطاليا ومصر it's not that far we understand each other لم نكن بعيدين عن بعضنا. And he knows how much you love Egypt, so he was fine that you're going to stay here maybe one day if they get back to the country, Italy or Belgium. لا لا بابا. He will stay here even after. So this is very nice, by the way. انت عايزه تسفريني ليه؟ لا I'm just saying. والله ما عايزه بالعكس. والله عايزني برا. لا 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 I'm saying your dad if one day he is getting back or he's traveling back. بعد 1000 شهر. بس عايز اقول لك انه الحاج ميشيل خلاص يعني نادر جدا انه برضه يحصل الحب ده بين الجمهور وبين المدرب. يعني ميشيل بقى واحد من الناس اللي بنحسهم منا يعني فاهم قصدي. لا انا عايز اقول لك انا لما رحت اتكلمت مع ميشيل ودخلنا بقى خلاص وير فاميلي يعني بقينا عيله واحده وقابلت جد اليسيا وسافرت لهم بلجيكا وسافرت العيله مفيش بقى مهر وشبكه وقايمه وجو ده. لا ازاي بلاش نخش بقى في التفاصيل دي بلاش نخش في التفاصيل دي. لما جيت اتكلمت معاه وبنتكلم بقى على المستقبل وكده الراجل بيقول لي انا هو عايز يقعد في مصر. قال لي ان شاء الله لو ربنا اراد ان هو يعتزل هو مش هيعتزل غير في النادي الاهلي. واو حلو ده قوي. هيعتزل في النادي الاهلي وهيفضل ده لما يقرر يعتزل ان شاء الله يعني وهيكمل حياته في مصر. يعني هو خلاص بقيه العيله ان شاء الله يعني دي قصه حب عيله لمصر مش بس فرد يعني قصه حب واو عيله لمصر حلو ده قوي. يعني حتى لما اخت اليسيا جت مصر هم كذا اخ واخت هم اتنين واتنين صح ولدين وبنتين تقريبا هم ولدين وبنتين بالظبط لما كلهم جم مصر كلهم حبوا مصر. شفتي مذاكره كلهم حبوا مصر وكلهم طبعا الجو والناس ويعني الحمد لله بره كايرو رحتوا فين؟ يعني كلموني عن مصر بقى شويه يعني ايه الاماكن اللي زرتيها بره القاهره
وثابت معاكي يعني اثر او ذكرى ما تتنسيش؟ رحتي فين؟ قولي لهم رحتي فين؟ اكسبيرينس بقى اكسبيرينسز مع 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 علي. رحت اسكندريه. اسكندريه احسن ناس. رحت فيوم لذيذ جدا جدا جدا. فرقاده المايه صافيه البحر يعني بارادايس. بصي احنا هنسافر بقى معاكم بالصور. لوكسور لوكسور. واو واو. التاريخ بس. انا عملت برضو اعلان شرم الشيخ مع وزاره السياحه، كانت حلوه قوي. مين اللي علمك عربي يا اليسيا؟ ماي تيتشر. خدت كورسات كمان. فيري جود. يس. بس انا بشوف مصطلحات مش بتاعت مدرس يعني. دي الاضافات بقى. يعني في تاتشات مش بتاعت مدرسين. بص هو كومبو كده ما بين المدرسه، هي شاطره جدا، مدرسه شاطره جدا، وما بين اليسيا بتعيش على التيك توك بقى بالساعات، فبلاقيها بتيجي تقول اكيد. لا في يوم لقيت اليسيا بتقول لي ايه؟ بقول لك ايه؟ انت في الحته الشمال. اوبا. لا 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 الشمال. خطيره والله. بس اللغه عربي صعب شويه، بس انا بحاول. بس انت لا بتتطوري. برافو. لا برافو طبعا. انا بدرس. علي، اكتر حاجه في الكاركتر بتاع اليسيا شدتك ليها، يعني بعيدا عن الحب لما تشوف او العلاقه العاطفيه، يعني الكاركتر كانسانه، ايه اكتر حاجه شدتك بص اليسيا؟ بص الذ حاجه في اليسيا ان انا حاسس ان انا عارف عادل امام لو قال لك ادي امك دي عامله زي اكنها واحد صاحبي، عارف الافيه ده؟ اليسيا دي عامله اكنها واحد صاحبي بالظبط. عارف اللي هو والله قررنا ننزل نروح مطعم حاجه فظيعه، بنلبس ونتشيك. خطيره الصوره دي بصراحه، كان لازم نحطها. قررنا ننزل، يعني انا خدت اليسيا معايا. انا من بسوس في القليوبيه، خدت اليسيا ورحنا بسوس، نزلنا مشينا في الشارع في البلد ومصورين فيديو هناك واحنا بنتمشى في الشارع في البلد هناك. لا يعني عارف اللي هو ايه، ننزل نروح نقعد على العربية فول، تروح جايبه العيش وتروح عامله كده. ما انا لسه قايل. تروح جايبه العيش وعامله كده ويلا بينا وبتاع. تالي لو واحده مصريه مش هتعمل قوي الحاجات دي. والله هتعمل، بس يعني اليسيا اندمجت في اليسيا خلاص ده حتتها بقى، عارف اللي هو ايه. طب اتعلمتي ايه من علي غير سواقه العربيه؟ تعالي اللي علمك سواقه العربيه. شفنا برضه. ويا ترى ايه بتعرف ولا؟ لا والله عرفت تسوق كويس قوي الحمد لله. لما يعني اصل السواقه في مصر غير، خلي بالك. انسي العالم تماما، هنا مختلف يعني، قواعد تانية. It's not yeah there's no rules. اكزاكتلي. ما فيش قوانين. نو رولز دي حقيقة. لا ما فيش، ما انا بقول لك. لا طبعا في قوانين يعني، بس عارفة اللي هو ان الناس بتقول اللي بيتعلم سواقة في مصر يعرف يسوق في العالم. لان مش كله بيلتزم. ده طبعا في قوانين بس مش الكل للاسف بيلتزم بيها يعني. غير السواقة ايه بقى اللي اتعلمتيه من علي لما دخل علي؟ ايه التاتش بتاعه؟ قولي بقى. تومي ذس دانس. انت بجد علمتها يعني؟ انت خريج جامعه امريكيه ولسه بقول. ما لازم خلي بالك، يبقى فيه اللي هو ايه السولت اند بيبر، الملح والفلفل، لازم الناحيتين يعني. يبقى فيه عشان خاطر ما تبقاش هي بقى كتكوته بالشوكه والسكينه. لا بالعكس، ده هو ده اللي حبب الناس فيها. ده هو ده حبب الناس فيها، ان هي بسيطه يعني. صح. مش اللي هو داخله من الناس لا بالعكس، مصريه بسيطه جميله وصلت للناس. كنت عايز تعلقي على الصوره اللي فاتت اللي هو كنت عامله له كده لو صح؟ He didn't want to post it on Instagram. I wanted to post it, he didn't want, and it's on TV. بجد. ليه علي جميله؟ مش عارف جابوها منين. علشان يعني لا والله كيوت. ماشي. لا وظبطاها انت. مين اللي كان معاكم صور الصوره؟ كان زيمو. زيمو. اصحابكم مشتركين يعني؟ اصحابك اصحابها و... يعني الحمد لله ما فيش اي حد من صحابي اتعرف على اليسيا غير لما بقوا اصحاب. يعني اندمجوا جدا يعني، كل الناس كلهم يعني، بيتهيألي ما فيش حد من صحابي غير لما خلاص بقى في حاجات مشتركه وعلى طول بقى بيكلموا بعض وكده. طبعا ان هي تكون جت بلد جديده وابتدت من الاول خالص وبتتعرف على الناس من الاول، طبعا التغيير ده مش سهل.
بس يعني اليسيا عملتها اكنها بتغير بلد كل سنه، اكنها سفيره يعني. بس عشان في باك جراوند ايطالياني قريب من المصري، انا عارف انه الايطاليين كثقافه وكده ومجتمع قريب جدا من بس انت فعلا نقدر نقول عليها يا احمد فعلا سفيره لمصر دلوقتي بالفيديوهات. يعني انا متاكده ان انت ليكي اصحابك كتير جدا بره وفي الخارج، اكيد بيسالوكي عن مصر، بيسالوكي عن الحياه هنا، اكيد ممكن يكون بعضهم واخد فكره تانية عن مصر، اكيد بيحاولوا يعرفوا منك الصوره ازاي، فكلمينا عن ده برضو. انا عارفه عشان للاسف قبل ما يجي في مصر معلوماتي كانت الجمال الهرم فعلا برضو بنتحرك بالجمال هنا للأسف في أوروبا في صورة نمطية عن مصر يعني بس لما جيت هنا دمرتيها كلها خيارات اتغيرت you cannot imagine يعني في حاجة وال في البحر سهرة تاريخ تراث الجو الحلو كل حاجة تنوع صح يعني والروح المصرية في كل حتة اوكي لو انت في حتة بلدي حتة نص نص حتة غنية صح تحس في كمان انسانيه يعني لو حصل لك ايه واحنا كبنات ممكن نحسها دي برضو عربيه عطلت حصل مشكله لو بس قلتي لاي حد ماشي في الشارع ممكن تساعدني هيساعدك ومش عايز حاجه لا عايز فلوس ولا عايز اي حاجه صح. انا عارف انه فرانشيسكو توتي في ايطاليا حاجه كبيره جدا ايكون يعني قابلتي فرانشيسكو وهو كان موجود طبعا مع رونالدو نازاريو و ومورينيو في الفاينل بتاع الكاب بتاع اللي كان في السعوديه شفت لك صوره مع توتي بالتيشيرت الاهلي كلميني احساسك ايه الاول توتي عملت ميكس حلو بين حاجه كبيره جدا وتوتي مع التيشيرت الاهلي اهلي ايوه 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 هو كان لابس تيشيرت توتي اهلاوي انا ناوي فرانشيسكو توتي اهلاوي Of course, it's a big thing for it's a very big thing for. قالك إيه لما تكلمت يعني وجوده في الملعب في ماتش فاينل مصر. كنت مكسوفة شوية. كنت مكسوفة قوي. كنت مكسوفة قوي. عشان. توتي. Exactly. I grew up with them. Yeah, they won the World Cup in 2006. I still remember what happened. And I wore a wig, Italian wig, and they are like our legends. هذه الصورة بتاعة توتي طبعاً. في الفاينل بتاع كاب فاينل في السعوديه. I told him انا بنت مدرب راس النادي الاهلي وكده. اكيد كان عارف عن النادي الاهلي طبعا ويعني اكيد. اكيد لازم طبعا. لا احنا كنا بنتمشى يعني ما بين هو فرانشيسكو توتي بالمناسبه في ماتش من الماتشات الفريندلي ماتشز كان حتى ساعتها فاكر كان صلاح لسه بيلعب في محمد صلاح مو صلاح كان بيلعب في روما. لعبوا مع صح الاهلي مباراة والاهلي كسب روما 4 تقريبا أربعة حاجه كده صح يعني لا حتى الطليان يعني مع لا لا بجد حاجه انا مبسوطه وانا قاعده بجد لان مش كل يوم بنلاقي كده يعني بجد انت محظوظ يا علي وانت محظوظه لانك خدتي برضو مصري يعني مش كل المصريين على فكره كرجاله برضو فيهم الروح دي فانت اخترتي صح خلينا نقول يعني انا ما بقولش حاجه والله انا بقول مش كل انا لسه بشكر فيك اهو يعني اقول لك حاجه يا زين ما اخترتي لا ده يعني رجاله مصريه شويه لا والله دول حبايبنا وقرايبنا واهالينا في حاجه كمان تعالى بقى نتكلم برضو بصراحه انت دلوقتي هترتبط او هتتجوز ان شاء الله قريب واحده برضو مهما كان بس الروتس بتاعتها مش مصري فهتلاقي الخناق الاتيتيود مش مصري يعني التعامل مش هيبقى مصري لما بتزعل منك اليسيا بتتعامل ازاي؟ لا لا سيبك من الوش اللي هي عاملاه ده اليسيا مصريه جدا 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 وبتغير اوبا لا لا كل حاجه لا بجد لا لا اليسيا مصريه جدا 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 يعني بصي الحاجه اللذيذه تصدق مش باين عليها انا قلت هلاقي مصريه قوي مصريه قوي ايوه ايوه انا سمعتها بتزغرت قبل كده حصل حصل هنختم بزغروته الحلقه خلاص
لا يعني احنا الحمد لله الحاجة اللذيذة ما بيننا ان احنا حتى لما بنتضايق مثلا من بعض او حاجة ما فيش حاجة ابيض خالص ولا حاجة اسود خالص. بس حتى لما الاول بس لا 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 بالعكس والله الاول بس حتى لما بنتضايق من بعض مثلا او حاجة بنقعد نتكلم ونقول اللي ليا واللي عليا وهي تقول اللي ليها واللي عليها. أليسيا بتشتغل من وهي صغيرة وأنا بشتغل وأنا صغير يعني والدي علمني على ده يعني والدي رباني على ده يعني حاجة من الحاجات اللي الناس ممكن ما تعرفهاش. هقول بقى أنت أول شغلانة اشتغلتيها إيه يعني؟ قول أليسيا أول شغلانة اشتغلتها كانت جزارة. لا مش معقول أنت إيه؟ ده ميكس غريب قوي. أنت خاف على نفسك يا علي بقى. إيه ده؟ أنا عمري ما توقعت. جزارة اللي هو إيه؟ وتذبحي بإيدك؟ ذبحتي بإيدك؟ كنت قاعدة 15 سنة. ذبحتي؟ أليسيا ذبحتي إيه؟ هاتي هنا دلوقتي طب ذبحتي إيه؟ هاتي واو إيه ده؟ فالحمد لله في ايه انت عايز تقول ايه لا في حاجات مشتركه ان انا وهي بنشتغل من واحنا صغيرين فعارفين اللي هو ايه لما بيكون مثلا عندي يعني 3 ارباع الخناقات اللي هي بتبقى انت مش مهتم يعني. بيا او الشغل واخدك مني او الحمد لله ده حظنا حلو يعني ان شغلنا مرتبط جدا ببعض صحيح. شركه دعايه واعلان وهي في الميديا برضو مذيعه في برنامج كابيتانو والمحتوى اللي هي بتعمله. بسطت في قصه كابيتانو دي جدا إيه تجربه هايله بسطت هايله it was an honor like working with all the people from the sports in Egypt. I learned اتعلمت كتير 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 وطبعا كانت شرف ليا اشتغل مع متحده يعني they were very supportive with everyone والأولاد very very lovely. It was such a good experience. هتعملوا حاجة قريب project مثلا مع بعض يا علي؟ احرقي لنا بقى الحق احرقي لنا بقى انا حسيت والله بس حلو ده والله يعني لسه ما فيش حاجة كونكريت يعني لسه ما فيش حاجة نقدر نقولها بس يعني اللي نقدر نقوله يعني وذر شركة المتحدة برئاسة أستاذ أشرف سلمان والباشمهندس عمرو الفقي أو المتحدة للرياضة برئاسة باشمهندس محمد يحيى لطفي وباشمهندس سيف الوزيري كلهم سبورتيف لأي حاجة بنطلع بيها وطبعا إدارة الأهلي كلها من اولها لاخرها من 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 الرئيس كابتن محمود الخطيب لاعضاء مجلس اداره لاداره النادي لكل عم حارس لكل حد كل الناس سبورتيف لاي فكره بنطلع بيها وامير توفيق طبعا واحمد توخي والناس كلها سبورتيف ناس على قدر كمان من يعني الاكسبيرينس خطيره او يعني عاليه جدا فعلا طبعًا. يعني امير كمان انا يعني عارفه ان هو دماغه من الناس اللي اتقال عنها دماغها حلوه جدا جدا لا يعني لو فاكرين اليوتيوبر اللي جه مصر بن بلاك بن بلاك لما جه مصر بن بلاك ده يوتيوبر عالمي يعني ده بيعمل فيديوهات بقى مع تلجي مع اليسا ده بيعمل فيديوهات بقى مع نيمار وكريستيانو يعني اللي هو ايه ده مثلا واحنا قاعدين مع بعض كان ديفيد بيكهام كلمه فيس تايم فيديو يعني اللي هو ايه وراح مديني بيكهام اللي هو ايه بيكهام بتاع مصر ولا بيكهام حبيبي يعمل ايه لا احنا عندنا كله هنا احنا عندنا ميسي وعندنا نيمار وعندنا تريزيجيه وعندنا احنا في مصر كله كل حاجه في الايجيبشن فيرجن على طول صح انا كنت ايه ميسي ايه تريزيجيه عادي طب عايز اكلمكم شويه على المدرج شويه لانه المدرج بالنسبه للجمهور حاله خاصه جدا وطبعا انا بشوف حضوركم في يعني بتحضروا مع بعض ماتشات كتير اخرها ماتش الفاينل ده بس عايز اعرف قصه المدرج معاكي انك انت تحضري تحفظي اغاني اللي بيقولها الجمهور التالتة شمال بنهز جبال حافظه حاجات كتير جدا يعني وعايز اسمع منك حاجه يعني انت وعلي تسمعونا حاجه ماشي ماشي okay.
the stadium, the music, it's amazing. يعني the حركة. أول حاجة حفظتيها إيه؟ أول حاجة حفظتيها أول أغنية. I think it was من تالتة شمال. بتهيألي بتهيألي من تالتة شمال دي أول حاجة أنت حفظتيها يعني. نو أوه جمهوره داحمة أوه حلوة ورامة أول سوري. the music so amazing. We sing every time that we go to the stadium. Like we lose our voices all the time. Last بطولات في رياض. We lost our voices. لا لا احنا روحنا كلمنا الروم سيرفيس يا جماعة والنبي عايزين علبتين ينسون علبة الأوضة كذا وعلبة الأوضة كذا يعني عشان خاطر بقى احنا ميتين وبنكلم بقى الريسبشن الو عارف هو از ذس فلا احنا بنروح من بتساعدها في المدرج ولا هي لا هي حافظه لوحدها هي مسيطره لوحدها حافظه على طول لوحدها هي بتقود الاستاد لا طبعا لا ما نقدرش نقول ان هي بتقود الاستاد لا يعني بالعكس في فيديوهات كتير هي بتغني وهم على فكره هم بيحبوها جدا ده شرف هناك. لينا ده شرف لا دي حقيقه يعني ايه المشكله بجد حب جمهور الاهلي ده نعمه من عند ربنا اقول لك على حاجه بقى حلوه كمان في اليسا مش بس جماهير الاهلي بتحبها يعني مثلا ممكن حد يقول لك طب ما ممكن اي نادي منافس يطلع ينتقدها بالعكس انت كمان الجماهير بتاعت الانديه المنافسه بتحبك لان انت في الاول وفي الاخر برضو بتطلعي محتوى عن مصر فالناس حباكي بغض النظر عن انتمائك لنادي ايه اكيد بتحسي بده اكزاكتلي بس اي ثينك ايفن ماي كونتنت اباوت الاهلي لذيذ اكزاكتلي يعني ام نوت هيرتينج اني ون ام نوت اتس جاست مي انجويينج ذا اكسبيرينس اوف فوتبول ان ايجيبت صحيح ف in this there is like it's a tourism in itself يعني صح. بتقول انه حتى المحتوى اللي هي بتقدمه عن النادي الاهلي ما فيهوش تجريح في حد او ما فيهوش يعني هجوم على حد ما في مش تعصب ولا اي حاجه او تعصب فبالتالي الناس قبل ده عموما انت على السوشيال ميديا المنصات المختلفه او البلاتفورمز اللي بتشتغلي عليها بس عن الاهلي ولا بيبقى في حاجات ثانيه بره يعني الرياضة وبرا الكورة. I do tourism. Also like that's what I do. That's cooking. That's how I start. Cooking. Cooking. Yes. فطير بالعسل وفطير بال. حصل. أنا فار التجارب. أنا فار التجارب. يعني عارف اللي هو. أصل إحنا بنشوف هي بتطبخ ما قلناش يعني. لا بس. والأكل شكله حلو. لا هو. لكن طعمه إيه بقى؟ طعمه تحفة. طب حلو. لا يعني لو فتحت مطعم في يوم من الايام يعني انا بعمل لها دعايه ومن دلوقتي فكرت تفتح مطعم طب الوقت بيجري بس لازم نسالكم لو محددين طبعا مخططين الفرح امتى ان شاء الله تلف بقى أيوة. والله احنا ان شاء الله هنكتب كتابنا في اسرع وقت و يعني ممكن ناجل الفرح ده شويه مثلا ممكن يبقى في على وقت الصيف كده او حاجه بس يعني بيتهيألي هنكتب كتابنا في خلال يعني ممكن بعد العيد الصغير ده مثلا ممكن حلو قوي كده يعني الاجراءات انت عارف حد مصري يتجوز حد اجنبي ده بيبقى ليها اجراءات كده معينه فاول ما نخلصها على طول ان شاء الله هنكتب الكتاب على طول و تاني ده اعلان حصري انتوا اول مره تتكلموا في ده يعني فحصريا على قناه النادي الاهلي في الاهلي في رمضان ان شاء الله كاتب الكتاب بعد العيد بفتره صغيره حلو جدا ربنا يسعدكم زي ما انتوا بتسعدونا بجد والله سعداء جدا بوجودكم معانا بس بيجري بس زي ما اتفقنا زغروطه او اغنيه اختار انت يعني اللي انتوا عايزينه لا يو تشوز كمان يعني اختاري يا زغروطه يا اغنيه انا رايي زغروطه وخلاص يعني لا لا انت بتوشوشي ليه عشان الجمهور كله سامعها على فكره في مايكات مايكات في 80 مليون واحد سامعين او تهدوا انا زغروطه حلوه او اغنيه لا اغنيه نغنيها سوا هو عايز اغنيه يلا في خلاص خليها اغنيه من الاهلي يلا اغنيه الاهلي اغنيه من الاهلي يلا التايم هيخلص ماشي يلا
اهلا ويانا مسك ليا اهلا ويانا والفخر ليا نشوفكم بكره ميرسي لسه نورتونا. بشكركم شكرا جزيلا وكل التوفيق ليكم ان شاء الله. شكرا ليكم.